مشاهدينا مرحبا بكم مجددا في الظهيرة لنهار اليوم، وكما سبق وأن ذكرت سنتناول امتحان البكالوريا في يومه الثاني، وسنتحدث الآن تحديدا على امتحان مادة الرياضيات. وأسعد باستضافة السيد العيد بولقواس أستاذ مادة الرياضيات. أهلا وسهلا بك سيدي. شكرا على تلبية الدعوة. كما أسعد باستضافة الأستاذ طحال عبد الرحيم أستاذ أيضا في مادة الرياضيات. أهلا بك سيدي. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. العفو. لو نتحدث سيد بولقواس عن امتحان مادة الرياضيات لصباح اليوم، يعني كان هناك تباين في الآراء بين المترشحين حول صعوبة وسهولة هذا الامتحان، تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب اطلاعي وسماعي لآراء التلاميذ، كل شاهد من أهلها، أن التلاميذ كانوا راضيين، يعني بصفة عامة بالأخص شعبة العلوم كانوا راضيين على الموضوع. الموضوع كان عادل جدا كما يقال في متناول التلاميذ، يعني من جد واجتهد ولو بالقليل بالمتوسط يعني لن يجد مشاكل في مثل هكذا مواضيع. نعم، شكرا لك سيد بولقواس. ماذا عنك سيد أستاذ طحال، كيف رأيت امتحان الرياضيات لنهار اليوم؟ يعني شاهدنا يعني انطباعات المرشحين، مثلا شعبة العلوم التجريبية كان الامتحان قالوا سهل، حتى أنهم غادروا يعني مقاعدهم في وقت مبكر، على عكس المترشحين شعبة أداب اللي قالوا كان صعيب ولم يكن في المتناول. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد سماع آراء التلاميذ الجل قالوا أن فيما يخص شعبة علوم تجريبية وشعبة تقنية رياضي كان الموضوع في المتناول. فيما يخص شعبة علوم تجريبية خاصة الموضوع الأول الذي يميل إليه التلاميذ بكثرة، لأن التمرين الأول كان في نظري تمرين احتمالات أفكار متداولة ونمط معترض عليه. التمرين الثاني أعداد مركبة هي أسئلة مباشرة. فيما يخص تمرين متتاليات والدالة أيضا الأسية هي الدالة المحبوبة لدى التلاميذ. الموضوع الثاني فقط فيه التمرين الأول شجرة الاحتمالات، والأعداد المركبة يحتوي على تمرين اختار الإجابة الصحيحة فيه خدمة شوية، تمرين متتاليات والدالة لوغاريتمي أيضا ما يحبوهاش بزاف التلاميذ. دونك أنا واش نشوف على حسب آراء التلاميذ وحسب الموضوع الأول والثاني، أرى أن الموضوع الأول هو الأفضل بالنسبة إلى التلميذ، كان أسهل يعني الغالبية كان الأسهل. أما فيما يخص تقني رياضي أيضا تمرين الموضوع الأول والثاني في المستوى مع غياب الأعداد المركبة. أما فيما يخص شعبة سير واقتصاد وآداب وفلسفة، سنتكلم عن شعبة سير واقتصاد. شعبة سير واقتصاد التلاميذ يعانون من مشاكل في مادة الرياضيات، وهذا راجع إلى عوامل عدة. أول العامل الأول أنه في وجهة نظري السنة الثانية برنامج ليس ثري كما السيونتيفيك وما التكنيك. هذا بالنسبة لشعبة سير واقتصاد. سير واقتصاد. نعم. وهذا ما يخلي المستوى تاع التلميذ ينقص. وفي السنة الثالثة ولا سنة بكالوريا يلقى التلميذ أمام دروس عدة بالتقريب نفس الدروس العلميين باستثناء بعض المقاطع، وزيد غياب تمرين الإحصاء الذي هو يحبذه التلاميذ من أجل حصد النقاط. أما فيما يخص الأدبيين فألاحظ أن الموضوع هم أصلا الأدبيين لا يحبون شوية. مادة الرياضيات يعني يهملوا في كل مرة أصلا ما يحبوش مادة الرياضيات. فيما يخص أن على حسب الموضوع الأول والثاني، الأول هو الأقرب لأنه الموضوع الثاني يحتوي على دالة معرفة بتمثيل بياني، وهذا غير متداول بكثرة لدى تلاميذ شعبة آداب وفلسفة. نعم أستاذ بولقواس، يعني تلاميذ الأدبيين كما قال الأستاذ طحال يعني في كل مرة يهملوا مادة الرياضيات يعني ويقولوا بأنها صعبة، في رأيك لماذا هذا تحديدا؟ طبعا شعبة الآداب لماذا اختار هذه الشعبة؟ اختيار يدل على أنه ما يحبش المواد العلمية. طبعا المواد العلمية تكون أثقل تكون شوية أصعب، وبالتالي هو مدام خير يعني هذه الشعبة فهو يميل للمواد الأدبية أكثر منها إلى المواد العلمية. بالتالي الرياضيات حتى السمعة الرياضيات عند الأدبيين يعني ثقيلة نوعا ما،
وما يعطولهاش لو يعني يجدوا ولو بالشيء القليل، يعني أمور بسيطة جدا، ولكن تخوف التلاميذ من هذه المادة وقلة العمل الحقيقة حسب تجربتي، قلة العمل والتركيز يعني خلى مستوى وخلى التلاميذ ما يعملوش مليح في هذه المادة. نعم، شكرا لك سيد بلقواس. نمر الآن دقيقة سيد طحال، ينضم إلينا على المباشر الزميل هشام زروقي لنقل أجواء اليوم الثاني من البكالوريا من ولاية سطيف. مساء الخير هشام. مساء الخير زملائي في الاستوديو المركزي، مساء الخير للسادة المتابعين. إذن تغطيتنا متواصلة لامتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2024 من هنا من ولاية سطيف، تحديدا من أمام مركز إجراء الامتحانات محمد قرواني. نعم، هذه المؤسسة التي يمتحن فيها تلاميذ شعبة العلوم التجريبية. يحضر معي الآن تلميذين أردت أن يكونا معي في هذا المباشر من هنا من ولاية سطيف، لأنهما يتميزان عن بقية التلاميذ الحاضرين هنا أنهما من بين التلاميذ المتفوقين طيلة مسارهم الدراسي. نتعرف عليهم سويا. مساء الخير. مساء الخير. مساء نور. نتعرف على الاسم ديالك. شكرا ميسا. رميسة، اليوم نحن نعيش اليوم الثاني من هذه الامتحانات، وانت ما شاء الله عليك من تلاميذ المتفوقين من أصحاب المعدلات المرتفعة، كيفاش تقولين أو حدثينا عن هذين اليومين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص شهادة تعليم بكالوريا، كانت في اليومين السابقين في متناول الجميع، كانت مواضيع سهلة يعني لمن اجتهد وجد ودرس طيلة السنة الدراسية. نتمنى أتمنى أن يكون جميع الطلاب قد تفوقوا في ذلك وقد تمكنوا من المواضيع. وفيما يخص موضوع اليوم في الرياضيات، كانت المواضيع يعني في المتناول خاصة الموضوع الأول، أتمنى من الجميع التفوق إن شاء الله. أنت يعني بسم الله ما شاء الله عليك من بين تلاميذ متفوقين، إذن لا خوف عليك، لكن حبينا نعرف كيف شاركي يعني هاد الامتحانين أو ثلاث مواد التي امتحنتم فيهما، كان ربما كانت المواد سهلة بالنسبة لكم، ربما الآن أنت عندك طموح أكثر أنه تحققي أعلى معدل الآن، طموحك هو تحقيق معدل كبير. أمنيتي يعني أن أتحصل على معدل عالي للدخول في تخصص الطب إن شاء الله، إن كان ذلك من نصيبنا. لقد تجاوزت هذه الأيام بأريحية. نعم، كانت يعني المواضيع في متناول مما درست، وأتمنى أن أحصل فيها يعني علامات جيدة. نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. قلت لي راكي حابة تكوني طبيبة بحول الله. نعم. في أي تخصص بعد دراسة الطب؟ أكيد تخصص لم يحدد يعني بعد أكيد راح يكون مسار طويل جدا. نعم، سيحدد يعني الشعب التخصص الطب بعد المعدل إن شاء الله. نتمنى لك، وهذا ليس بالأمر الصعب ربما. يا نعم إن شاء الله، يعني اللي يقرأ ويلقى إن شاء الله. ربما كلمة أخيرة حبيت تقوليها لزملائك اللي راهم يشوفوا فيك الآن. نتمنى الزملاء التفوق، ومن هذا المنبر يعني أحب نقدم كلمة شكر لأستاذنا يعني عقول نبيل اللي كان معنا ديما، اللي ساندنا ما خليناش، عطانا كلش وش يقدر وش قرانا يعني طاح. شكرا يعني ديك أستاذ. في الفترة المسائية ستجتازون امتحان في مادة اللغة الإنجليزية، أكيد أنها ليست من بين المواد الأساسية، لكن ربما كونك راح تكوني طبيبة مستقبلا أكيد أنه لازم تكوني متحكمة في هذه المادة. نعم. أكيد. نعم. بالنسبة للذي يريد التحصل على المعدل العالي فعليه الاجتهاد في جميع المواد حتى وإن لم تكن مادة يعني أساسية في شعبتنا. مادة الإنجليزية ستكون مادة سهلة إن شاء الله، نتمنى أن تكون المواضيع في متناول الجميع وأن نتفوق فيها. نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تحقق الحلم تاعك وتلتحقي تنالي أولا شهادة البكالوريا بمعدل عالي جدا، ومن ثم تلتحقي بالتخصص الذي تريدين. بالتوفيق، موفقة بإذن الله. يحضر معي كذلك الطالب الثاني، نتعرف عليه سويا. مساء الخير. مساء النور. الاسم الكريم. حمزة سيد محمد. ك-
كيف كانت ربما الأجواء تاع الثلاث مواد لحد الآن؟ والله الحمد لله جزت، الظروف كانت مليحة، أساتذة حراس مليح، الإدارة مليحة، المواضيع كانت في متناول، يعني على العموم في متناول، كانت مما درسنا في المقرر الدراسي خلال السنة الدراسية. كان أغلب المواضيع متبين الصعوبة، موضوع اللغة العربية، موضوع الإسلامية أقل صعوبة، موضوع الرياضيات الحمد لله في المستوى. في المستوى يعني هذه الإجابة كانت يعني من طرف تلاميذ ربما لمستواهم متوسط، أنت ما شاء الله عليك من بين تلاميذ المتفوقين، ربما يعني شحال راح تكون النقطة تاعك؟ لا ما نقدرش نجزم الآن، نقدرش تصحيح النموذجي مش متوفر، مازال ما صحتش بيني وبين نفسي، تما المادة اللي خرجت منها ما نزلتش نطلع عليها. لكن على العموم انك اجبت على كل الاسئله، كانت مواضيع سهله بالنسبه ليك ان شاء الله. كاين مواد، كاين اللي سهلين، كاين متوسط، كاين الحمد لله ان شاء الله ربما تحقق اعلى نقطه. حبينا تعرفوا ربما على التخصص بعد نيل شهاده البكالوريا باذن الله. والله ما زال ما قررت التخصص حتى شهاده البكالوريا تخرج النتائج نشوف النقاط. اكيد انه التخصص راح يكون على حساب النقاط المحصله، على حساب المعدل، لكن انت كرغبه يعني كتلميذ عندك مستقبل راهو جايك، عندك طموحات، ربما ما وش راك حاب تدرس، يعني ميولاتك؟ هي ميولاتي عندي عده تخصصات حاطها في راسي، مثلا المدرسة العليا ربما للرياضيات، ربما الرياضيات، ربما ما مدرسة متعة التقنيات، مدرسة الذكاء الاصطناعي، ربما أنه بحكم ربما أنك تلميذ في مادة شعبة العلوم الطبيعية وتقدر تخصص الطب. هذه التخصص الآن حدد الأمور بزاف بعد البكالوريا إن شاء الله. يعني تركيزك الآن حاليا هو حول البكالوريا إن شاء الله. نعم هذا أمر ضروري، وأكيد نتمنى لك احنا بدورنا توفيق إن شاء الله، وتكون من فائزين بشهادة البكالوريا بأعلى معدل اللي يسمح لك أنك تختار تخصص الذي تريد بحول الله إن شاء الله. شكرا لك موفق. إذا زملائي في الاستوديو، سادة المشاهدين، كما تابعتم معي كانت هذه عينة من التلاميذ المتفوقين الذين يجتازون شهادة البكالوريا، كلهم عزم وإصرار على نيل هذه الشهادة بأعلى المعدل. شكرا لك هشام زروقي، كنت معنا من ولاية سطيف ومن سطيف إلى ولاية تيبازا، حيث تنضم إلينا الزميلة أمل لاكال. أهلا نادية، أهلا مشاهدينا الكرام. إذا دائما في إطار نقل مجريات امتحانات شهادة البكالوريا في اليوم الثاني، ومباشرة من هنا من القليعة يحضر معي المرشح كنزي. مساء الخير. مساء الخير كنزي، أنت تلميذ اليوم اجتزت مادة الرياضيات، قل لي خدم صباح. الحمد لله فيها خير، نخليها على ربي. ياسر كنزي قول لي، واش راجعت طاح لكم في المواضيع؟ وي واش راجعت طاح، غير عدد مكبة جيتي سوربري ما طاحوش، جيتي فريمون سوربري باسكو ما طوندي با انا راجعتهم. كنزي اليوم انت يا مرشح لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، لكن الأكيد أنك يعني مرشح غير عادي مقارنة بالزملاء ديالك، لكن تقعد من العباقرة من التلاميذ المجتهدين باعتبار أنك تعاني من طيف التوحد. في هذا الإطار تكلمنا ربما على هذا المرض وكيفاش تعاملت معه، وكيفاش يعني حاليا راك تلميذ ومرشح وفي شعبة صعيبة جدا اللي هي هندسة الطرائق. مع الديبو كنت اكتشفتها كي رحت، كنت نروح عند بسيكولوج ديالي، اكتشفوا كي داوي اناليز، اكتشفوا بلي عندي قولوا نسبة تاع الاوتيزم، نسبة تاع الاوتيزم. كي اكتشفت انا حسيت روحي ديفيرون على لي زوتر، سي توا ديفيرون على لي زوتر. صدمت شويه، خلعت عادي مع الاول، تخلعت شويه بصح من بعد نقولوا والفت عايشت مع هذا. طيب
التوحد. اي بيان سور تعيشت معاه نورمال، ما انا يعني نتعامل نورمال ماهيش زعما كيما زعما عندهم روتيزم يغلقوا على روحهم ما يقراوش ما يتعاملوش مع الزملاء ديالهم. بيان سور بيان سور نورمال الحمد لله. قولي برك المعدل اللي تتحصل عليه سواء في التعليم المتوسط ومن بعد في التعليم الثانوي. بيان سير اوكي. في المتوسط كنت نجيب 16 حتى 14. الله يبارك. ودائما يعني ممتاز ماده الرياضيات. وي كنت نجيب فيزياء. كنت نجيب 18. وصلت مومون وين كنت نجيب في فيزيك كنت ندي 20 في كاتريام اني. وحاليا خلال هذه السنه في السنه الاخيره كنت نقولوا متوسط مي فريمون متوسط كنت نجيب 10 11 10 جاتك واعره التيرمينال. وي صعبه اللي ماشي تسحق بزاف لي زيفور وحكي لي كيفاش كنت تراجع كيفاش كنت تقرا. كنت نقرا عند بروف يوتيوب كيما الله يحفظه الشيخ نور الدين ولا الشيخ عبد اللطيف. هذوك سي دي بروف تري بون يعرفوا يقروا يعرفوا كيف يوصلوا المعلومه الحمد لله. وهندسة الطرائق ما عنديش فريمون لي شوا هندسة الطرائق عندي نديرو هواني سفيان صاروا هواني سفيان مليح غير هو اللي يقدر يشوفه مليح. شغل تفهم له نفهم له بيان سور. وبالنسبه للمواد الاخرى مواد الحفظ كيفاش تتعامل معها؟ مواد الحفظ تاريخ وجغرافيا فلسفه. شوفي الام تاعي علمتني كي كنت صغير دائما نحفظ باركور كي شغل نحفظ كيما ببارة. بصح انا مع الوقت بديت نرفوزي هذه ليدي وليت نفهم باش داك نحفظ نفهم التواريخ نفهم عليه الصلاة زعما صات فضيحة ووتر جيت اسمه ريشارد نيكسون. وفي العربية كيما البارح جوزتها سايتك صافا الحمد لله العربية سي بيان عطاونا المهجر قاع لي زيف داروا مقترحات كانوا يديروا زعما يقول بلي التزامي طاح طاح مع المقال مخلط مع المقال كي شغل المقال في التزام في فلسطين. وانت كتلميذ يعني هل كنت تعتمد على المرشحات؟ ناجع كلش ما كاش مقع من هذوك المقترحات باك يعاونوا في فلسفة بصح ما شكيتش يعاونوا في العربية ديجا مش حفاظة يعني في كل المواد نو كنزي كنت معنا مباشرة في قناة الشروق. نحيو الشجاعة تاعك والفصاحة تاعك أيضا. نعم شكرا ليك أمل لاكال ولضيفك الكريم كنزي اللي نحييوه ونتمناو له التوفيق في شهادة البكالوريا ولكل المترشحين. أعود إليك أستاذ طيحال. نعم كنت تتحدث عن امتحان مادة الرياضيات كان يتحدث حتى كنزي وقال باللي كل التلاميذ يعني راحوا للامتحانات اللي كانت متوقعة يعني اللي يحطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واش تقول انت في هذه النقطة تحديدا؟ أتمنى التوفيق للتلميذ كنزي ولجميع التلاميذ بمختلف الشعاب. مادة الرياضيات التحضير لبكالوريا مادة الرياضيات ويشاطرني الرأي الأستاذ لا يتم خلال فصل أو فصلين وإنما وليس حتى خلال موسم وإنما خلال طور ثانوي خاصة الشعب العلمية لأن الرياضيات هي مادة تحب الخدمة تحب التلميذ يفهم الدرس ويطبقه في مختلف جوانب التمرين. زيد بزيادات الرياضيات أي تلميذ إذا كان عنده نقاط ضعف السنة الثانية أو السنة الأولى راح يجو معاه للترمينال راح يعاني من هذه النقاط الضعف وتخليه ما يحضرش بطريقة أنسب. والحمد لله آراء التلاميذ كانت إيجابية حول خاصة الشعب العلمية حول موضوع مادة الرياضيات بمختلف الموضوعين
بمختلف المستويات. والحمد لله فيما يخص شعب أدبية وتسير اقتصاد كما ذكر الأستاذ هما خاصة أدبيين مادة غير مرغوب فيها. نعم، ربما أعود إليك سيد بولقواسي، لا عندك تعليق على تصريحات التلاميذ اللي شفناها الآن؟ من الجيد أن نرى مثل هكذا طموح عند التلاميذ، ونحن نسعى أن يكون لكل واحد منا جميعا ومن أبنائنا التلاميذ طموح لهذا المستقبل، ونتمنى أن الجميع يدرك هذا الأمر وتكون له طاقة إيجابية، لا ينظر إلى هذه الحياة بنظرة سلبية. العلم هو أساس كل شيء، من الجيد أن الإنسان يكون عنده طموح، والطموح مع العمل لابد بإذن الله يصل الإنسان في يوم ما إلى ما هو. كذلك حبيت نعلق على هذه المواضيع، ما ننسوش هذه مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا. هناك مختصون يقومون بتحضير هذه الامتحانات، يعني لا تعطى هكذا أسئلة وانتهى، تدرس ودراسة جيدة، وبعدها طبعا لابد أن تكون هذه الأسئلة هذه المواضيع وفق المنهاج المقرر، والمنهاج راه موزع على كامل السنة الدراسية. وكما نلاحظ أنه التمارين هذه كلها ثاني موزعة على السنة الدراسية، ونؤكد كذلك للتلاميذ طبعا هم عندهم آراءهم على التنقيط، وانا ناخذ كذا وانا راح نستهلك كذا، لكن هذا يبقى رأيه رأي الأستاذ، وما يكتب في الورقة شيء آخر، لأنه راه يعتقد أنه كاين أجوبة صحيحة، وراه كتب كاين أحيانا يقول لي أنا كتبت يا أستاذ أنا جاوبت كذا، ولكن الورقة أنا نقرأ واش كاين مكتوب في الورقة. لذلك يعني نطمئن أبناءنا التلاميذ أن التصحيح يعني يكون في المستوى يعني وبأساتذة أكفاء قدر الإمكان، وهذا يبقى بالنسبة لهم هذا توقع فقط، يعني ما لازم تكون له صدمة إذا كانت العلامة أقل مما يتوقع. نعم، لا، الإنسان لازم تكون عنده يكون عنده أكيد رغبة باش يتحصل على علامة جيدة، ولكن ليس كما يتمناه، لأن الورقة هي اللي تحدد الأجوبة، هي اللي تحدد مستواه. وشكرا. نعم سيد بولقواس، ابقى معنا فصل إشهاري ونعود، ولكن قبل ذلك نقول شكرا جزيلا للأستاذ عبد الرحيم طيحة الأستاذ مادة الرياضيات، أنت مرتبط الآن بموعد. نعم، شكرا على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم، شكرا على حسن الاستضافة، ونتمنى التوفيق والنجاح لتلاميذتنا إن شاء الله. شكرا مختلف الشعب. شكرا. أول فيها امتحان شهادة البكالوريا في يومه الثاني، وأسعد باستضافة الأستاذ العيد بولقواس أستاذ في مادة الرياضيات، أهلا بك مجددا. كما أسعد باستضافة الأستاذ مهيمن الهاشمي، هو أيضا أستاذ في مادة الرياضيات، أهلا بك سيدي. شكرا على الدعوة، بارك الله فيك. العفو. أستاذ مهيمن، كنت ذكرت لي الآن بأنك تريد التطرق لامتحان شهادة البكالوريا تقني رياضي لهذه السنة، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص موضوع التقني الرياضي، هما كالعادة يعني موضوعين يكونوا تقريبا عندهم نفس الهيكل، لكن الأمر المميز هو أنه المواد يعني الأفكار اللي تطرقوا لها هما كلهم فصل الأول والفصل الثاني، يعني كان الموضوع يتمحور حول الفصلين. يعني الدرس الفصل الثالث اللي كانوا الأغلبية متخوفين منه التلاميذ اللي هو الأعداد المركبة، ما كانش في الموضوع، وكنا شفنا التلميذ تدخل تاعه قال باللي تفاجأ لأنه التمرين ما كانش، لأنه العديد من الأساتذة مشوف هذا المقترح أنه هذا العام راح تطيح الأعداد المركبة وركزوا عليها، ولكن شفنا باللي الموضوع كان يركز حول الفصل الأول والفصل الثاني بشكل كبير. بخصوص الموضوع نعطوله هكذا قراءة سريعة للموضوع. الموضوع نشوفه توزيع النقاط كان توزيع عقلاني، بحيث التلميذ يستطيع أنه يأخذ أكبر عدد من النقاط. الآن إذا شفنا من نظرة أنه التلميذ
نعطوا له هذيك الدفعه، لانه نشوفوا باللي المشكل عالمي الرياضيات، اغلب التلاميذ يتخوفوا من الرياضيات وحتى الاولياء. ولماذا هذا التخوف؟ التخوف هذا يعود الى نقدر نقولوا الى القاعده، التكوين القاعدي للتلميذ. التكوين القاعدي في التلميذ دائما يشوبه عنده هذاك المشكل في التكوين في الرياضيات والتخوف منه. الان نعطيك مثال صغير، تلميذ لو تخرجوا من الرياضيات الاكاديميه تحطوا مثلا في البيع والشراء تلقاه متميز، لكن دخلوا للجانب الاكاديمي يخافها، وهذا يعود لعدة أسباب. قلنا هي بعضها ممكن تكون في التكوين، لكن لما نشوف الموضوع كما هذا ممكن السنوات القادمة راح ينحين الخوف للتلاميذ أنه هذا الموضوع الرياضيات خافها، وحتى الأولياء يسب واحد الضغط على التلاميذ أنه الرياضيات واعرة وصعيبة. لكن بهذا الموضوع إن شاء الله نشوفه باللي كان ملائم للتلميذ المتوسط، وحتى ممكن نقوله للتلميذ دون المتوسط قادر يجيب المعدل 10 في مادة الرياضيات. بخصوص التمارين، نشوفه باللي التمرين تاع الدوال كان تمرين نقدر نقوله بسيط وواضح، خاصة في الموضوع الأول، ونظن أكد أجزم أنه 95% من التلاميذ راح يختاروا الموضوع الأول على حسب الموضوع الثاني، لأنه الموضوع الثاني ما نقولوش صعب، ولكن فيه بعض الأسئلة تحتاج إلى تركيز، ممكن هي أسئلة خاصة بالتلميذ الجيد إلى الممتاز. لكن بالعودة إلى الموضوع الأول، نشوف بأغلب التلاميذ راح يختاروا لنا الموضوع الأول، وكما قلت هذا راح ينحينا ممكن هذاك الخوف، ويزيد يعطي دافع أكثر للتلاميذ باش يمدوا لنا أكثر في الامتحانات القادمة إن شاء الله. نعم، نتمنى ذلك أستاذ مهيمن. تنضم إلينا الآن عبر الهاتف السيدة حاسبة صرموم، وهي مديرة التربية لولاية مستغانم. مساء الخير سيدتي. النور، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجميع. العفو، شكرا على تلبية الدعوة. بداية سيدتي، كيف يجري امتحان شهادة البكالوريا في ولاية مستغانم؟ إذن شكرا لكم. تجري امتحانات شهادة البكالوريا في ولاية مستغانم في ظروف جد حسنة على غرار كل ولايات الوطن، حيث التحق بمراكز الإجراء هنا بولاية مستغانم 14,432 مترشح هذه السنة، منهم 3,902 مترشح حر عبر موزعين عبر 49 مركز إجراء عبر كافة تراب الولاية. من بين هذه المراكز الإجراء لدينا 13 مركز مخصص للمترشحين الأحرار، يؤطرهم ما يزيد عن 3,600 مؤطر بما فيهم الحراس، أعضاء الأمانة، الأطقم الطبية، المرافق النفساني الملاحظ، وغير العمال المهنيين وغيرهم من المؤطرين داخل مراكز الإجراء. نعم سيدتي، هل سجلتم ملاحظات خلال اليوم الأول والثاني؟ هل هناك حالات لتأخر مترشحين، غيابات أو حالات غش مثلا؟ شكرا. إذن بالنسبة لتسجيل الحالات خلال هذين يعني اليوم الأول والفترة الصباحية من اليوم الثاني، لم تسجل حالات يعني ممكن تذكر بالجانب السلبي، بالعكس هناك ارتياح من طرف كل المترشحين وحتى المؤطرين داخل مراكز الإجراء. بالنسبة للتأخرات، ما يخفاش أن وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني امتحانات المسابقات يعني خصصوا فترة بالنسبة لهذا المتأخرين اللي هي من الساعة 8 حتى 8:30، أين سيتم تسجيل أسماء هذا الطلبة أو التلاميذ المتأخرين المترشحين المتأخرين. من أجل ماذا؟ من أجل أول شيء تحسيسهم بخطورة التأخر، لأنه هذا المتأخر هو في الأصل مشروع يعني إقصاء، لأنه إذا تهاوننا مع التأخر ممكن يؤدي به إلى الإقصاء، وبالتالي إحنا نحاول الوقاية خير من العلاج، بحيث نخص هذا الفترة لرصد العدد المتأخرين ونحاولوا يعني نوفروا لهم الظروف التي لا تدفعهم إلى التأخر، سواء بالبقاء داخل مراكز الإجراء بالنسبة للإطعام إلى غير ذلك، بالإضافة إلى أننا نحسوهم بخطورة التأخر للالتحاق بمراكز الإجراء، لأنه حتى يعني نفسيا يكون نوعا ما مضطرب بدخوله متأخر إلى مركز الإجراء. لكن عدد هذا هي راهي في تناقص ما بين اليوم الأول واليوم الثاني نتيجة هذه العملية التحسيسية اللي
هم يقوموا بها رؤساء مراكز الإجراء اللي هم مشكورين تجاه هذه الفئة اللي سجلت تأخر في اليوم الأول. نعم. أما بالنسبة لحالات الغش لم تسجل أي حالة، والحمد لله يعني هناك سبقت دائما، احنا قلنا الوقاية خير من العلاج، هنا في ولاية مستغانم أيضا سبقت الامتحانات، كان هناك يوم تكويني على مستوى يعني محكمة أول مجلس القضاء هنا بولاية مستغانم تحت إشراف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم، أين تم تخصيص يوم تحسيسي بخطورة اتجاه نحو هذه الظاهرة وطرق يعني تجنبها ومكافحتها. حضروها يعني رؤساء مراكز الإجراء، حضروها بعض المترشحين وحتى الأولياء، والحمد لله يعني ممكن أتت أكلها، بالإضافة إلى التوعية عن طريق وسائل الإعلام والتحسيس داخل المؤسسات التربوية أيضا من طرف الأساتذة ومن طرف المديرين، وبالتالي لحد الآن الحمد لله الأمور هي تسير بشكل جد عادي. نعم سيدة حسيبة صرموم مديرة التربية لولاية مستغانم، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. العفو، ولكم الشكر منا أيضا على مرافقة وسائل الإعلام لوزارة التربية وأيضا لأبنائنا المترشحين ولإنارة الرأي العام حول كل مستجدات الامتحانات، ولكم منا كل الشكر. العفو سيدتي. إذن نعود إلى ضيوفي في البلاتو. سيد العيد بولقواس، كان يتحدث الأستاذ مهيمن على مادة الرياضيات وعلى أنه يعني لازم تكون يعني القاعدة من الابتدائي، وليس فقط يعني عندما يصل التلميذ إلى البكالوريا باش يبدأ يحضر ويحاول الحصول على نقطة مميزة. نعم، الرياضيات لابد أن يهتم بها التلميذ من البداية، من الابتدائي ثم المتوسط إلى غير ذلك. والملاحظ أنه هناك تخوف من هذه المادة، طبعا عندها أسباب كثيرة. هذا التخوف هذا ساهم فيه الأولياء والمجتمع بصفة عامة، وكأن الرياضيات يعني مادة لا تطاق أو لا تفهم. ربما أستاذ هذا راجع لطبيعة الأسئلة، هناك أسئلة غير مباشرة تدفع التلاميذ إلى الخوف من هذه المادة. لا بالعكس، أنا لا أرى أن هناك أسئلة غير مباشرة، كل الأسئلة مباشرة. هناك نماذج معروفة، التلميذ إذا أحسن المراجعة لا يجد مشاكل، إنما كاين تأثير خارجي. أصبح التلميذ لا يفكر، لا يستعمل عقله، لا يستعمل تفكيره، يحب نموذج حاضر، نموذج قالب نستطيع أن نقول هكذا، يعني لا يتعب نفسه، لا يشوف هذا الرياضيات هي بالفعل شقة، فيها تعب صحيح، فيها ذكاء أيضا، فيها ذكاء، فيها لا، وهذا ذكاء باش يكون إنسان ذكي لازم ينمي القدرات تاعو، ما تجيش هكذاك، لا تأتي هذه القدرات، ينميها بالتمارين، ينميها نعم ينميها احنا دائما الان انا واش نلاحظ انه التمارين يتحصل حصل، الدرس قبل كل شيء. اذا كان التلميذ لم يفهم الدرس كيف يحل التمارين؟ وهذا الغالب عند التلاميذ، نسأله على الدرس لا يدري، انا بغيت التمارين نماذج، إذا ما فهمش الدرس ما يقدرش، مهما حل من التمارين مهما حل دائما يبقى نقص ونقص نقص كثير. وكذلك قلت لازم تكون الرغبة من الجميع لتدريس هذه المادة، وهي مادة عالمية، طبعا كما شاطر الأستاذ أنه كان هذا مشكل عالمي، يعني التلاميذ يتهربوا من الرياضيات. زيد كذلك ممكن هذه الوسائل الآن، وسائل التواصل هذه خلات التلاميذ يتكاسلوا، يتهاونوا، يحبوا الشيء القالب الموجود، يحبوش يبدعوا. حنيني برك، حنيني، أعطي لي كيفاش نماج الأسئلة. حتى أصبح الأساتذة يعني راحوا مع هذا ربما الأولياء اللي رامي يشوفوك الآن، نصائح لتوجهها لهم؟
أنا أرى أنه الأولياء عندهم دور كبير ونحن أولياء. أنه من الصغر ما لازمش يزرع في التلميذ الخوف. كل واحد فينا فيه طاقات إيجابية، كل واحد فينا قادر يقرأ رياضيات، برك ينحي هذاك الخوف. ولازم يكون عمل، لازم يكون مثابرة. وطبعا كاين تقنيات، ولكن لا أقول تقنيات كبيرة، فقط خير الأعمال أدومها. وإن قل لو التلاميذ من الابتدائي من المتوسط يداوموا على تعلم الرياضيات، ما يصراش هذه المشاكل اللي راهي تصرا، ما يصراش هذا التدني في المستوى لهذا. نعم، شكرا لك سيد بولقواس. ربما تعليقك في نفس النقطة أستاذ مهيمن. بخصوص هذا الضعف ولا هذا التخوف اللي نشوفوه من التلاميذ، كما قال الأستاذ هو يعود إلى عدة أسباب، ونظن بلي كاين واحد السبب آخر وسبب مهم هو اللي يسمه بالتكاسل، وهو إرادة التلميذ إلى قالب محدد للتمارين. أن نتعامل مع الكثير من التلاميذ وأنا نتعامل معهم ونحضرهم إن شاء الله للبكالوريا وحضرناهم، تلقى التلميذ لو تعطي له الفكرة بشكل مباشر يجيب عليها، تغير له فقط في طريقة طرح السؤال، والحل يكون بنفس الطريقة، يعني ما كاش تغير في طريقة الحل في الكتابة ما يعرفش علاش. لأنه طريقة طرح السؤال غيرتها له، خليته لازم يخدم راسه باش يلقاها. وهذا للأسف مشكل نحاولوا يعني الإصلاح، ويحتاج إلى وقت إن شاء الله. نعم أستاذ بولقواس، كاين أيضا تلاميذ تصيبهم شاطرين في مادة الرياضيات على عكس بقية المواد، يعني كيفاش تشوف هذا التلميذ؟ أنا لا أشاطئ كرة اللي يدرس الرياضيات جيدا ما راحش يكون عنده مشاكل في بقية المواد مهما كانت، فقط هناك بلاك حالات شادة هكذا يقولك أنا ما نحفظش أنا كذا. أنا نشوف التعليم كله كاين حفظ كاين فهم وكاين قدرات فطرية، ربي سبحانه وتعالى دار فينا هذا. أنا نقرأ رياضيات ما نقرأش الجغرافيا، لا خطأ، كيفاش ما نعرفش الجغرافية؟ وش فيها الجغرافية مثلا؟ هذا كمثال. المهم إجابة على سؤالك، اللي يقرأ رياضيات يقرأ بقية المواد بدون مشاكل. أنا عندي ابني مثلا يقرأ الرياضيات بكل سهولة، وبقية المواد كما قلت يتفنين فيها شوية، يعني يتكاسل. تهاون، هذه راجعة للتهاون فقط. وكأنه إذا صح القول استصغار، هذا ما كان. لو تكون عنده إرادة، لو تقدري تفهميه باللي هذه الأمور لا بد منها. هم يشوفوها وكأنه أمور يسموها ثانوية، ما كاش أمر ثانوي في التعليم، العلم كله مهم. نعم، نغرس فيهم هذه الأفكار، إن شاء الله رب العالمين يكون كل شيء بخير. شكرا لك سيد بولقواس. أعود إليك سيد مهيمن، فيما يخص دائما امتحان الرياضيات لنهار اليوم، لاحظنا أيضا أنه فيه الكثير من المترشحين خرجوا حتى قبل أن يكملوا يعني الساعات، خاصة شعبة العلميين. ربما هذا يدل أيضا على أنه امتحان اليوم يعني كان سهل نوعا ما بالنسبة لهذه الشعبة. نعم، بخصوص الامتحان اليوم وصلوني العديد من الرسائل كما قلت قبل انتهاء الوقت. العديد من الرسائل من التلاميذ يقول لك أستاذ أني اخترت الموضوع الفلاني وأني جاوبت بالطريقة الفلانية. هنا يدل إلى أنه الموضوع كان سهل الاختيار، أنك سهل تفرق ما بين الموضوع الأسهل والموضوع اللي فيه ممكن بعض التفاصيل اللي تحتاج إلى تفكير. هنا الموضوع كان واضح الفرق ما بين الموضوعين، مما أدى إلى سهولة اختيار الموضوع من طرف التلميذ. هذا اللي أدى من التلميذ أنه ينهي الموضوع في توقيت أقل من الوقت المحدد، وإن شاء الله نتمناه هذا يعني الخروج قبل الوقت ما يكونش تسرع من التلاميذ، وإنما سرعة لتكون سرعة حميدة، ما تكونش تسرع يؤدي به إلى أخطاء، نقدر نقول أخطاء بديهية ولا أخطاء بسيطة تؤدي إلى ضياع العديد من النقاط في العلامة. نعم، يعني توقعوا هاد سنة تكون نتائج مرتفعة لامتحان البكالوريا. نعم، أنا حسب استشرافي أنه بخبرتي البسيطة يعني صغيرة مقارنة بالأستاذ،
نشوف باللي هاد السنة راح تكون نتائج إن شاء الله في الرياضيات، خاصة الشعب العلمية، نتكلم على التقني الرياضي والعلمي. الموضوع الرياضيات الرياضي للأسف ما طلعتش عليه، طلعت على التقني الرياضي والعلوم التجريبية. نظن باللي النتائج راح تكون فارقة أكثر من السنة الماضية إن شاء الله، وتكون نتائج مميزة. وهنا أعيد وأكرر أنه إن شاء الله هذا الموضوع تاع الرياضيات بسهولته، لأنه أغلب أساتذة الرياضيات بين قوسين ما يحبوش الموضوع يكون سهل، نسموه تقييما للمادة ولا نوع من يعني ما تحبوش الأسئلة المباشرة، تحبوا الأسئلة شوية نوعا ما. لازم يكون كاين سؤال يخليك تفرق ما بين التلميذ الممتاز والتلميذ المتوسط أكيد، لكن نظن بلي هذا الموضوع إن شاء الله يعني هذيك الأسئلة الغير مباشرة هي نعم. لفائدة باش تميزوا بين أكيد التلميذ أكيد. المتوسط والتلميذ النجيب والتلميذ لأنه إذا كان الموضوع سهل كله هنا راح تظلم التلميذ الممتاز اللي نقدر نقول عنده فارق ذكاء ولا فارق جهد قام به أكثر من التلميذ الآخر. لهذا من الأفضل طريقة إعداد المواضيع تكون تراعي هذا الجانب، أنه تكون بعض الأسئلة الغير مباشرة اللي تفرق لك ما بين التلاميذ. ونقول أنه هذا الموضوع إن شاء الله راح يؤدي بالتلاميذ يمدوا أكثر في المواد القادمة. لأنه نلاحظوا السنوات الماضية تشوف تلاميذ في مادة الرياضيات، أنا أول مرة نشوف تلاميذ يخرجوا فرحانين، لأنه السنوات الماضية تشوفهم كلهم يبكوا يعني مثلا تشوفهم مثلا يبكوا، وهذا يأثر عليهم نفسيا في مادة المساء الإنجليزية، ويأثر عليهم أكيد في يقول لك أنا خلاص راح لي الباك، تخرج تهضر معاه، وكاين العديد من التلاميذ يعني حتى تعاود تطلع له المورال، تعاود دير له لا كونفيونس في روحه، يقول لك انا راح للباك. خاصه لما نتكلموا على التقني الرياضي، رياضي المعامل 7-6 يعني هو راح ياثر بشكل كبير على المعدل، بشكل كبير على المعدل. شكرا لك استاذ. اذا هناك نقطه اخرى سنتناولها مع بروفيسور في علم النفس، وهي ضغط الأولياء على المترشحين خلال فترة الامتحان وانعكاس ذلك على نفسية المترشحين. إذن تنضم إلي عبر الهاتف من ولاية قسنطينة البروفيسور في علم النفس الأستاذة عبلة محرز خان. مساء الخير أستاذة. مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا بالشروق المتميزة والرائدة دائما ومشاهديها الأعزاء. شكرا لك أستاذة. إذا كما ذكرت هناك أولياء يعني يضغطون بشكل كبير على أبنائهم المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا، يعني وذلك ينعكس سلبا على نفسية التلميذ وحتى على نفسيته والامتحان، يعني كيف ترين ذلك بروفيسور؟ حقيقة الضغط أو مصادر الضغط هي متعددة ومختلفة وكثيرة يعاني منها يعني كل ممتحن، ليس فقط اللي راح يجتاز البكالوريا أو شهادة المتوسط، يعني نتكلموا على الامتحانات الأكاديمية بشكل عام لهذه هي الفترة تاعها، نتكلموا حتى في الجامعة على شهر ماي على شهر جوان، وهو شهر جني الثمار إن شاء الله في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة إن شاء الله يعود على الجميع بالنجاح والتوفيق. إذا نتكلموا على الضغط، لكن احنا في علم النفس أو في علم النفس المدرسي أو الاجتماعي نرى هذه الضغوط، نحاول نشوفوها من الجانب الصحي تاعها أحسن. إذا ما عاشهاش الطفل، يعني ما نتكلموش على الطفل، نتكلموا على الممتحن، إذا ما عاش الممتحن بشكل عام هذه الفرص من التدريب على الضغوط، كيف له أن يواجه الضغوط الحياتية في المستقبل؟ احنا ما نشوفوش فقط، أنا سمعت بعض الأمهات وبعض الأولياء كثيرا ما نشارك في هذا الفرص يعني اللي يكونوا فيهم الالتقاء المباشر مع الأولياء في الثانويات، يقول لك بزاف على أولادي الفروغرام راهو شارجير وبزاف كثيف ومكدس على الأولاد تاعنا حتى بالنسبة لأبنائنا في الثانوية. لكن أنا نشوف أنه الطالب الذي يبرمج من بداية العام يكون كلش عنده بشكل واضح وشكل مبرمج، صح البرنامج هو متعدد المقاييس متعدد الوحدات والمواد متشعب، لكنه هو في المتناول المتوسط، هو أصلا البرامج الدراسية تقام على أساس متوسط يعني المتوسط تاع التناول في متناول متوسط الطلبة، ما راحش يكون شيء تعزيزي بالنسبة للطالب. إذا الطالب ياخذ هذا البرنامج بجدية ومن بداية السنة ويكون تحضير تاعه تحضير متأني وفي الوقت
كل درس عنده الوقت تاعه، كل درس عنده نهار تاعه يبرمج له، يشوفه، يسأل الأستاذ الأساتذة في خدمة الطلبة في أي طور من الأطوار. لاحظوا أنه كاين بعض التلاميذ يأجلوا عمل يوم إلى غد، كاين بعض اللخبطة، كاين عدم البرمجة، هذه كلها تؤدي إلى زيادة الضغط. فبالتالي مع الأخير الطالب رح يعاني من التراكمات، راح يكون في نهايه الشهر هذا يلقى كلش متراكم، وراح يكون خلوطه بالنسبه لي، راح يشوف انه كل انها كبه مخلطه بالنسبه لي. نتكلم شويه بشكل يعني عامي لتصل الفكره الى الجميع. الان الحمد لله يعني الاولياء اللي راهم اولادهم الان يجوزوا في امتحان البكالوريا عموما ما كاش يعني الاميين، او راهم كلهم ديجا الحمد لله، والجيل كله يعني راهم مثقفين ودارسين. اذا حبينا نتحصلوا على نتائج جيده ما تكونش فقط بالتمني، كل شيكم بالبرمجة وبالتخطيط، وهذا الشيء اللي نتكلموا فيه لاحقا إن شاء الله. إذا نتكلموا على الضغط، حقيقة هناك ضغوط، لكن كلما كان التحضير من بداية العام، كلما كانت البرمجة صحيحة وفي وقتها ولكل أوان لكل يعني حدث حديث، لكل وقت عنده البرمجة تاعه، الدرس يتستوعب في وقته، وكذلك يسأل الأساتذة في الوقت، وكل شيء في وقته ما راح تكون يعني راح يقل الضغط. نعم أستاذة، هناك نقطة أخرى وهي أيضا التوقع النفسي للآباء، يعني عنده تلميذ متوسط ولكن يطلب منه يعني معدل ربما يتجاوز إمكانياته، ما رأيك في هذا النقطة؟ صح حقيقة. إذا احنا في الإرشاد والتوجيه بشكل عام نتكلم على ثلاث أسس هامة للإرشاد. لازم أولا أراعي رغبة وإمكانيات الطالب أو ابني، لازم أراعي أنا كأستاذة أو كطالب أو كأي عضو من أعضاء الأسرة التربوية، يجب أن أراعي الإمكانيات والرغبات تاع هذا الإنسان، تاع هذا المنتحب، تاع هذا التلميذ، هذه أولا. ثانيا يجب أن أراعي الأهداف، لوين راه حاب يوصل، سقف الطموح تاعه، سقف الأهداف. كاين احنا عندنا حتى في الجامعة كثير من طلبة يقول لك أنا يعني عندي إمكانيات أو شيء، لكن أنا أحبط وهدفي أن أصل إلى الليسانس فقط. وكاين اخرين اقل منهم في الامكانيات يقول لك انا هدفي ان اكون باحث ونلحق للدكتوراه والدراسات العليا. يعني لازم نشوفوا الهدف، ولازم يكون الهدف معروف للاولياء، لازم يهضروا مع اولادهم فيه، مش تكون الامور غامضه. يجب ان نتكلم كما نتكلم عن اي امور في حياتنا، نتكلم عن هذا المشروع الحياتي الهام، مشروع ابني العلمي والمهني، نتكلم عليه ونراه حاب يلحق ونعاونه. ثالثا هي الحواجز والعراقيل الماديه والاجتماعيه وكل ما يقدر يكون في هذا المجال. مثلا كاين طلبه اللي يحب يدرس ويحب، لكن الامكانيات تسمح له به مثلا تكون تخصصات بعيدة عليه أو هذا الشيء. إذا عملنا في عين الاعتبار هذه الأشياء وكانت كان هناك تخطيط وتنفيذ ومتابعة، إذا هذا اللي رانا نتكلم عليه هو المشروع. المشروع لازم له تخطيط من بمراعاة الأسس الثلاثة اللي قلنا عليهم، ولازم له تنفيذ، لازم يكون مشاركة الأولياء في التنفيذ. مش راح نقول له تروح تقرأ مكان وليدك، لا ولا مثلا نشوف الأولياء كذلك في البريمار خاصة في الابتدائي يقول لك أنا درت له تمارين وأنا ما قرأ ليش، لا هو راه يقرا لنفسه، ومش انت اللي ديري له التمارين، يعني مش احنا اللي نديروا التمارين لاولادنا، لكن نعلمه كيفاش يكون مسؤول على الدراسه تاعه. لانه لو كان انا مثلا ما نعلموش هذه المسؤوليه راح نتحصلوا على جيل غير مسؤول اصلا. انه المسؤوليه هي من اخر الاحتياجات تاع المراهق اصلا، هي في الطبيعه تاع المراهقه الحريه هي اول احتياج، وهذا نعم. راجع الى الصحه النفسيه تاعه، الى انه يحب يشوف في عده نماذج، يخوض في عده نماذج باش يشكل الشخصيه تاعه، هذه من طبيعه تاعه الاساسيه النفسيه. نعم يعني. لكن احنا نشجعه اكثر على المسؤوليه. اذا نعم. كما قلتي فالحاجه اللي خدمنا عليها نكونوا عارفين النتائج تاعها، لا مصدم في الاخير. اذا كان انا راني عارفه المشروع هذا وحيثياته وخط لو تابعته مع ابنيته راني متوقعة الحقيقة والواقع. نعم، ربما باختصار لو تعطينا أستاذة عبلة نصائح وإرشادات لأولياء التلاميذ.
إذا النصيحة الأولى والجوهرية اللي راني سمعوا فينا ورح يجوز امتحانات العام الجاي إن شاء الله، ماشي يعني نقولوا لي تفرط الآن كان عندهم نصائح الآن، لكن خاصة رانا نستهدفوا اللي راح يجوزوا، اللي راح يجوزوا بإذن الله التحضير يكون مبكر من الصيف إن شاء الله، هو يحضر حتى يجوز الجواز على العام المقبل. التحضير يكون في الوقت ساعة، كل درس استوعبه وأهضمه علميا ومنهجيا وشكلا ومضمونا في الوقت تاعه. أسأل الأساتذة وقتي لازم نسأل. إذن التحضير طوال العام، كذلك أثناء الامتحان لازم الابتعاد عن مصادر الضغط. من مصادر كذلك يتكلموا فيها بزاف الأخصائيين النفسانيين، هو كي يخرج الطالب من الامتحان ما يعاودش يرجع الامتحان يجوز وما يسقسيش واش درنا واش ما درناش أسراني صح ولا، يشوف للقدام يشوف للامتحان اللي راح يجوزه. كذلك كاين الاسترخاء، نقرأ آيات قرآنية في البداية، وخاصة أنا نتكلم كأستاذة وكأخصائية نفسانية، كأستاذة نتكلم على أنه لازم يقرأ مليح، يعطي وقت نفسه يعني الوقت المبرمج 3 ساعات 4 ساعات وكافي جدا للامتحان، كافي ويزيد كذلك، لازم يقرأ جيدا الموضوع ويفهم مليح الموضوع. شكرا لك أستاذة. نعم يبدأ. بالتوفيق والنجاح، ما نكثرش عليكم، بالتوفيق والنجاح لكل طلبتنا وإن شاء الله نشوفوهم إطارات المستقبل. شكرا لك البروفيسور في علم النفس عبلة محرز خان، كنت معنا من ولاية قسنطينة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. كما أشكر ضيوفي في البلاتو، سيد العيد بلقواس أستاذ في مادة الرياضيات، شكرا جزيلا لك سيدي، وشكر موصول للأستاذ مهيمن الهاشمي أستاذ في الرياضيات. ربما كان عندك مداخلة. نعم بخصوص باختصار فقط. نعم بخصوص هذا الضغط على التلاميذ، أول حاجة تسبب الضغط التلاميذ هو أن التلميذ أصبح يدرس من أجل النقطة وليس من الاستفادة ومن هذه المادة. أنا ننصح التلاميذ باللي يتجنبوا، يعني التلاميذ القادمين يعني المقبلين على شهادة البكالوريا، يتجنبوا أنه يقرأ من أجل المادة من أجل الحصول على النقطة، لأنه أنك تقرأ من أجل الحصول على النقطة سيؤثر أكيد عليك سلبيا معنويا إذا لم تحصل على الهدف اللي كنت تبحث عليه. النقطة الأخيرة اللي نختم بها هي كفانا تهويلا لمادة الرياضيات وتخويفا للتلاميذ، هي مادة تحتاج منك إلى تركيز، تحتاج منك إلى ممارسة، تحتاج منك إلى أخذ الدروس في القسم، وركز على هذه النقطة، أخذ الدرس في القسم والتمارين ولا نقدر نقوله في دروس الدعم لا كذلك، لكن أهم نقطة هو أخذ الدرس في القسم من طرف الأستاذ الأكاديمي. نعم شكرا لك أستاذ الهاشمي مهيمن أستاذ في مادة الرياضيات، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم، شكرا للدعوة. إذن مشاهدينا نبقى دائما مع امتحان شهادة البكالوريا في يومه الثاني، وينضم إلينا عبر الهاتف والي ولاية جورت السيد عبد العزيز عثمان. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا بك سيدة، شكرا على الاستضافة. العفو سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. بداية كيف هي أجواء امتحانات البكالوريا بولاية تجورت؟ إذن حاليا نحن في اليوم الثاني من انطلاق شهادة البكالوريا في ولاية تجورت، وحاليا تسير في أجواء جد وحسنة، كل الترتيبات تم تحضيرها وتهيئها وهي تسير في ظروف جيدة جدا في هذه الأيام إن شاء الله. حتى أعتقد أن درجة الحرارة منخفضة في ولاية جورت هذه الأيام. لا درجة الحرارة راهي مرتفعة حاليا حاليا. نعم نعم. وهل سجلتم ملاحظات خلال اليومين الأولين من سير امتحان شهادة البكالوريا من قبل رؤساء المراكز أو؟ نعم تفضل. لم يسجل أي ملاحظات، بالعكس العملية تجري بصفة عادية بصفة جيدة، والتلاميذ يجتازون امتحاناتهم في ظروف جيدة جدا. نعم سيد عبد العزيز عثمان والي ولاية تجورت، شكرا جزيلا لك. شكرا.